احنا نمشي من شعارنا نعيش ابطالا ونموت شهداء. انت شخص تؤدي واجب يعني اتجاه ناسك وبلدك. شكل تنظيم القاعدة أكبر تهديد للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2003 حتى 2006. كان أمام رجال قوات الأمن جميعهم خياران لا سلس لهما، إما فرض النظام أو الفوضى. حصل هجوم 11 سبتمبر على أمريكا، ومن يومها بدأت الحرب على الإرهاب. في الواقع ما كنت أتوقع أنهم يكونون يعني مصدر عداء لنا بشكل مباشر. لكن القاعدة أصبحت تمثل خطراً على الأمن بعد نجاحها في أحداث 11 من سبتمبر وتبنيها أيديولوجية عنيفة وخطيرة ضد الدولة. يجيبون أطفال شباب مغرر بهم أو كذا ويعملون لهم غسيل مخ وكذا ويزجون بهم في هالعمليات الإرهابية هذه. من المحزن فعلاً أنه يكون الإسلام أو أنه تبرير لاستخدام العنف. فكان اللغة حقتهم هي لغة إطلاق النار، لغة القتل، فاضطرينا أن يكون فيه الرد بالمثل. طيعين للموت، يعني أنت طالع ما تدري أن ترجع لأهلك أو ما ترجع. من السهل قتل الإرهابي لكن من الصعب قتل فكرة. في الأسابيع التي عقبت أحداث 11 من سبتمبر، أمريكا تغزو أفغانستان. فيما يوعز أسامة بن لادن لكبار مساعديه بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وشن حرب دامية. قد يكون هناك من كان يتعاطف مع الجهاديين، ما يسمون الجهاديين في بداية الأمر، ولكن بستغل بعد فترة في حيث أنه انعكس على الداخل، بحيث يتم عكس المفاهيم أنه يصبح الجهاد داخل المملكة العربية السعودية بمسمياتهم المختلفة، جزيرة العرب، وابتداء بإخراج المشركين من جزيرة العرب. بدأت قيادة القاعدة ببرنامج تجنيد وتدريب سري. أمروا بتصوير أفلام لاستخدامها في الدعاية الإعلامية المحتملة، ولم يخطر لهم أن بعض المشاهد الغير ممنتجة سيتم العثور عليها ذات يوم. إن شاء الله أن تكون هذه الأمطار من بركات إقامة المعسكر في هذه المنطقة. الله أكبر، الله تكبير، الله أكبر. يبرز هذا الفيلم صورة فريدة وعميقة عن عقلية الشباب الذين شكلوا التنظيم وأسلوب تفكيرهم. فهم يبحثون عن أشخاص مقاتلين، أشخاص ما يفكر، يقول إيه كده صح وخلاص انتهينا. هو شيء داخلي، الشخص اللي مارس الأعمال القتالية يكون عنده زي ما ضغط معين ويرجع لها، لأن يرى فيها شجاعة حتى لو كانت خطأ. ممكن هذه نقطة من النقاط اللي يرونها، يعني يرون كلام أنك أيوه كنت شجاع، أنت بطل، أنت مقدام، أنت أسد.
الله أكبر. المجاهدون يعيشون هذه الليلة ليلة استنفار، استنفار من أجل المطر. الله أكبر. نعم الشهادة. أنت خطفت أبناء البلد بفتاوى شرعية الجهاد. جهاد يوم جو هناك قمت توظفهم هذه الوظائف وقمت تجندهم، بل أنك تنزع من أعناقهم بيعة شرعية بدون دليل شرعي. أنا بنزل أفتح باب اليمين بعدين الدفة الركبة تستلم المسدس بيدك اليمين زيد وانت نازل، ما يكون واضح من جسمي هناك إلا راسي بس. واضح؟ فيه أشخاص هم الجناح العسكري وهم اللي سبق لهم تجربة، هم هذول اللي عاشوا في جو الحرب والإطلاق النار، وهذا هم اللي عندهم القدرة على القيام بالعمليات. يختارون بعض العناصر الضعيفة المسلوب الإرادة، ما عنده قدرة على التصرف ولا عنده الرفض مطيع، هذا هو الضعيف. يوسفنا أن أبناء وطننا من صغار السن استخدموا كأدوات خطرة وبأفكار هدامة وغير مرعية للوصول إلى ما هو أبعد. ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثاء يخرج في آخر الزمان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! كانت رايك عام. انصاع مئات من الشباب الضعفاء والانفعاليين لرغبة القاعدة. شعورك مناسبة المعسكر؟ طيب ركان؟ ركان حتى دائق ما يقدر حتى همة مبسوط لله الحمد يعني. كانت خطة القاعدة تأجيج مشاعر العداء إلى الغرب ومن ثم إشعال فتيل عصيان دموي مسلح. قاموا بتنظيم المجندين ضمن خلايا في مختلف أرجاء المملكة وأسسوا مخازن للأسلحة ومنازل سرية. كان السفير الأمريكي روبرت جوردن يشعر بقلق متزايد. كنا قلقين من شن إعلام القاعدة حملات تأجيج مشاعر العداء للغرب في عام 2002. كنا نتعرض أحياناً لعمليات إطلاق نار واختطاف وغيرها من الممارسات التي طالت الأوروبيين والأمريكيين في تلك الفترة. انتهز بن لادن أحداث الغزو الأمريكي للعراق وأوعز إلى رجاله بالشروع في حملتهم. فأعلنها الشباب المجاهد حرباً على الصليب والأمريكان
وبدأوا في شن الهجمات لتطهير جزيرة العرب من رجسهم. وبدأنا نشهد توجها يدل على أن ضوءا أخضر ربما أعطي لشن هجمات على المصالح الغربية في المملكة العربية السعودية. كانت هناك مخاوف كبيرة من طرفنا حيال أن القوات المسلحة وقوات الشرطة والحرس الوطني لم تكن مدربة على نحو كاف لمواجهة هذا العداء. تركي الدندني هو قائد خلية الرياض التابعة لتنظيم القاعدة. بدأ بالتخطيط لشن هجمات عديدة بالشاحنات المفخخة مستهدفاً مجمعات الأمريكيين السكنية في الرياض. في مرة داخل الحين تمشي تشوفونها وشوفونها شوفوا بسم الله. ناظروا كم عسكري فيه وش تسليحهم يا اخوان. لبيك اسلام القبولة كلنا نفدي الحبا لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما 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 لبيك إن عطش اللوا سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك. جيب الله أكبر. يعني تصور هذول الاثنين أنا ما يدخل. ذبحته. ولكن انفجارا عرضيا حدث في حي الجزيرة مما نبه السلطات أن القاعدة كانت توشك أن تشن حملة للأعمال الإرهابية. هذا هو الموقع الذي وقع فيه الانفجار وأودى بحياة هذا الشخص الموجود تحت هذا الغطاء. طبعا البداية كانت اكتشاف وكر للإرهابيين في حي الجزيرة. الصادم في الموضوع كمية الأسلحة والذخيرة والقنابل اللي كانت موجودة، طبعاً نشرت في التلفزيون كل الناس شاهدوها. يعني يا شباب بالله يخلوا هذا المنطقة لنا ثواني بس حاشرحوا ورجعوا تهزي منتم. تمام يا شباب كاميرا واحدة بس أرجو كاميرا واحدة بس. هذا النوع من الأسلحة بسلاح روسي وهو متقدم جداً في تركيبه. هنا وجدنا في هذا الموقع بالذات إعداد المتفجرات. هذه جاهزة. كمية ذخيرة وتسليح عالي، يعني ما كان فيها سبب أصلاً لوجود كل هذه الكميات وهذه الذخيرة عند مجموعة خارجة يعني عن نطاق الدولة. أصبحت عندنا يعني أصبح كأنه جرس إنذار فعلي بحب بالحقائق وبالإمكانيات اللي لدى المنظمة اللي بنواجهها. أقنعت الأدلة المتزايدة مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإطلاق حملة ملاحقة على مستوى المملكة للقبض على 19 شخصاً مشتبهاً فيهم. بيان الـ 19 شخص المطلوبين اللي صدر، وهي أول قائمة للمطلوبين. تذكرنا 19 شخص. كان في متابعة جدية للموضوع بكل تفاصيله مع الجميع. دفعت الملاحقة الدندني لتقديم موعد العملية 3 أسابيع. لا ما بدي أصلا شعرك كذا شوش المتاز.
إلى شيخي وحبيبي الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه، نهدي هذا العمل. الله حس الدنيا كلها. أقول لكل من يسمع ندائي ووصيتي، قولوا بأني جاهل وعقيدتي مدخولة وتقودني أحقادي، سيجيبكم عند اللقاء زنادي. ثم أخرجهم أشياء موزخين أفاد مراسل العربية في الرياض أن عددا من الانفجارات هزت منذ قليل مجمع غرناطة السكني الذي يأوي عائلات أجنبية في العاصمة السعودية الرياض. في هجوم منسق دمرت ثلاث شاحنات مفخخة ثلاثة مجمعات سكنية، فأودت بحياة 36 شخصا من 10 دول وجرح أكثر من 160 آخرين. كان الدم يغلي في عروقي عندما علمت بتلك الهجمات، لأنني سبق وطلبت توفير أمن إضافي لكنه لم يوفر. يقع أحد المجمعات السكنية التي تعرضت للهجوم على بعد مبنى واحد من المنزل الذي صادر منه السعوديون كل هذه المتفجرات قبل بضعة أيام من حدوث هذا التفجير. زرت مجمع الحمراء، وما زلت أتذكر عندما كنت أسير في الشارع لعبة طفل صغيرة كانت ملقاة على رصيف الشارع، وكنت أسأل نفسي هل نجا ذلك الطفل من الموت يا ترى؟ في تلك الحادثة يعني ظهرت مؤشرات تدل على وجود فعلا تنظيم بخبرات مصنعي متفجرات، بخبرات قيادية، بخبرات مؤدين الأدوار خارج الإطار نفس التنظيم. بعد وصول وزير الخارجية كولين باول توجهنا لمقابلة ولي العهد الأمير عبد الله، وقد التفت إلي في مطلع الاجتماع قائلا: سعادة السفير، أنا لا أقبل ما حدث وهو شيء يؤسف له، لكنني أؤكد لك أننا سنقبض على هؤلاء الأشخاص أو حتى قتلهم، وسيتم التعامل معهم بحزم وقوة، وكذلك سنعامل بنفس الحزم كل من يساعدهم أو يتعاطف معهم أو يبرر أفعالهم. وأرى أن هذا شكل نقطة عطاف كبيرة في علاقتنا بالسعوديين وفي تصميم السعودية على ملاحقة القاعدة. This was a well-planned terrorist attack, very well executed, and it shows the nature of the enemy we're working against. إن الإرهابيين مجرمون سفاحون تجردوا من كل القيم الإسلامية والإنسانية وخرجوا عن كل القيم الأخلاقية وأصبحوا وحوشا ضارية لا هم لهم سوى سفك الدماء وترويع الآمنين. اختار ولي العهد شخصيا الأمير محمد ليتولى قيادة جميع قوات الأمن والبدء بشن عمليات شاملة ضد الإرهابيين في المملكة. كانت الانصهار الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في بودقة واحدة وتكاملها وتبادل معلوماتها لأن يؤد هذا الفكر في مهده. أراد الأمير محمد أن يحظى رجاله بأفضل تدريب متوفر في البلاد. شرعت القوات الأمنية في البلاد في عملية إعادة تدريب شاملة وموسعة. They made a very conscious decision
وكان قرار القيادة السعودية بمحاربة هذه الهجمات قراراً صارماً. عززت وزارة الداخلية قواتها ودربتها بأفضل تدريب ومن جميع أنحاء العالم، وتوجهت أنظاره في ذلك إلى الدول الصديقة، ولم يقتصر التدريب في أمريكا بل شمل بريطانيا وفرنسا وغيرها. هذا التدريب لم يقف عند أعمال التحري بل شمل تدريب القوات الخاصة على المداهمات الميدانية، وأصبحت المملكة رائدة في العالم العربي في مكافحة الإرهاب. وكنا ندرب صباحاً وفي المساء وفي الليل، دورات متتابعة، مكافحة إرهاب، تخليص رهائن، أمن وحماية مواقع. كنا نستغرق في عملية تدريب الشخص حتى يحصل على المهارة والثقة بالنفس في التعامل مع المتفجرات. كان عندنا التدريب وكان عندنا التجهيز، لكن الثقة بالنفس يحتاج إلى عمليات حقيقية حتى تصقل الشخص. أولى هذه العمليات الحقيقية جاءت عندما تم اكتشاف منزل سري للقاعدة في حي الخالدية بمكة المكرمة. كانت نوافذه قد تم تعتيمها بالسواد، مما نبه أحد الجيران للاتصال بالأجهزة الأمنية التي قررت تطويق المكان واقتحامه. كان أحد الأشخاص الرقبة عندنا كان يقول سلم نفسك واحد واحد، بعدها أنا لاحظت يده تهاوت، عرفت أن في إصابة. في يمكن تقريبا في ثواني أصيب فرد آخر، لأنهم كانوا في منطقة تقريبا ما فيها أي ساتر، يعني مواجهة للإرهابيين. بعد مرور بضع ساعات تم فك الحصار عندما حاول أحد أفراد الخلية الفرار من خلف المبنى. كانوا صغار في السن، يعني لدرجة أنه بعض الأشخاص اللي يعني قبضنا عليهم كان يعني يتوقع أنه خلاص قبضنا عليه أنه بيروح لأهله وأنه مو عارف يعني إيش الوضع اللي صاير. يعني قابلت ثلاثة من الأحداث، أحدهم لم يبلغ 14. ما الذي جاء بكم؟ قال أبلغنا أننا قادمون أو آتون إلى مكة المكرمة لحضور دورة قرآنية لمدة أسبوع. من خلال تضليل على أولياء الأمور وعلى هؤلاء الأشخاص أنهم ذاهبون إلى مكة في دورة قرآنية ثم تتحول إلى دورة إرهابية إجرامية كانت نتائجها شنيعة على هؤلاء المغرر بهم. عندما قام الجنود بتفتيش الشقة
فإنهم فضلاً عن ترسانة الأسلحة الضخمة التي عثروا عليها وجدوا أدلة إضافية تؤكد نوايا الإرهابيين. طبعاً من الأشياء أيضاً الغريبة يعني في المهمة أنه كان في ورقة مكتوبة على الصالة، على جدار الصالة، مكتوب عليها الرجاء من الإخوة عدم العبث بالأسلاك فهي قابلة للتفجير. يعني الإخوان كان قصدهم تقريباً عملية التشريق. طبعاً ما حسبوا حسابنا إحنا ولا حسبوا حساب الناس اللي موجودين معهم في العمارة، يعني أبرياء إذا كانوا يرون أننا متهمين في نظرهم. كانت المداهمة ناجحة، لكن قادة الخلية لاذوا بالفرار، وهذه مجرد خلية واحدة من عشرات الخلايا التي جندتها القاعدة في شتى أرجاء المملكة. سيتم اكتشاف المزيد من الخلايا في الأشهر القادمة. تلقت قوات الأمن في الجنوب معلومات تفيد بأن عدة عناصر من إحدى الخلايا يستخدمون سكناً في مستشفى كمخبأ لهم. اجتمعنا بعد صلاة الفجر، اجتمع قائد القوات بالفرق المشاركة وكذا، كلمة ومعنوية وكذا، ويعطيهم توجيهات وكذا. وصلنا للموقع، دخلنا الأسكان. الأسكان يعني لها بوابة وكذا، ورحنا في جهة بعيدة شوية من المبنى نفسه. جينا مع باب الطوارئ، الشقة في الدور اللي فوق، في واحد فتح الباب وسحب الباب وشافنا قدامه، احنا طالعين مع الدرج، ورجع ثاني مرة قفل الباب وسكره بالمفتاح. طبعاً احنا يوم شفنا كذا حاولنا نستعجل شوية ونطلع فوق، إن الباب مرة ثانية ينفتح بالمفتاح. مع فتحة الباب كان وراه واحد مع سلاحه ويرمي عليه. خلاص الموضوع انكشف، صار اطلاق نار. انتبه. لا عاد يرمي. كان يطلع يرمون على الباب بكثافة، يعني ما يرمي طلقة، يرمي على التماتيك. تعامل القناصة مع اثنين منهم، بعدها هدى اطلاق النار، ما عدا زي اول. يعني بس نخسر زيادة، نخسر ضحايا زيادة. بدأنا عملية التفاوض معهم بالمكبرات والسيارات اللي كانت متوفرة ذاك الوقت. بسرعة شوي 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 أقول شوي ما ودهم مسلموا أنفسهم، ولكن يوم شافوا الضغط وخياهم الكبار، يعني كان المطلوب من أهم المطلوبين سلطان جبران القحطاني، يوم شافوا أنه مات وكذا قرروا لهم يسلمون أنفسهم. لكن القيادي الذي كانت وزارة الداخلية تسعى وراءه فعلياً هو الدندني، الرجل المسؤول عن تفجيرات الرياض. أفادت مصادر استخبارية بأنه وثلاثة من كبار مساعديه قد فروا إلى منطقة الجوف، ومع اختبائه في منزل أحد أئمة المساجد باتت قوات الأمن قاب قوسين أو أدنى من اعتقاله. لقد لاذ بالفرار منهم في مرات عديدة سابقة. الدندني شرس وصلب العزيمة، لكن قوة الأمن تأمل في إلقاء القبض عليه حياً. قبل ما نبدأ أو قبل ما بدينا بتنفيذ عملية الاقتحام، كان يهمنا سلامة المواطنين الموجودين في المنطقة السكنية هذه، فتم عملية إخلاء المنطقة بالكامل. معلش
وتم التفاوض معهم بالاستسلام ولكنهم لم يستجيبوا. فصار في جدال وتفاوض يعني. طبعا هم كانوا في البدايه يتكلمون يقول انتم كفره، انتم يهود، احنا مسلمين وانتم تقتلوننا. فاحنا ابلغناهم قلنا الهدف الرئيسي انه ما كان القتل، يعني احنا لو نبغى نقتل من الصباح يعني كان تعاملنا معكم. وانتقلوا الى موقع اخر، والموقع هذا عباره عن مسجد مجاور للمنزل. فكنت انا في واجهه الباب، وكان زميلي فريق الاقتحام كان الشخص الاخر خلفي. فسبحان الله اصابت زميلي في الخلف في كتفه الايسر فسقط. فصار عمليه تبادل اطلاق النار، واصبحت العمليه الان مكشوفه. بعد فتره سمعنا دوي انفجار، وكان الصوت جدا عالي. المسجد كان فيه نوع من الضبابية من الغاز المسيل للدموع، وكان في إحدى الزوايا مجموعة تشاهدها من بعيد كأنها ملابس أو كأنها يعني كومة من الملابس مرمية في إحدى الزوايا. وأنا أعتقد أنه القنبلة اللي سمعناها الصوت العالي لشديد الانفجار اجتمعوا عليها وفجروا أنفسهم وقتلوا أنفسهم منتحرين. بعد ذلك تم مسح وتطهير الموقع بالكامل، وتم تسليم الموقع بالكامل للجهات المعنية لتقوم بأعمالها المناطة بها على أكمل وجه. مات الدندني. توجه فريق الطب الشرعي إلى المسجد والمنزل للعثور على أي أدلة عن الإرهابيين. كان نطلع مصنع الحادث خلال دقائق نحدد وش اللي موجود في الموقع الحادث. هذه ذخيرة شو؟ وش نوعية المواد؟ هل المواد متفجرة ولا هو حريق؟ لا، بالدم لها طريقة معينة في الرفع والتحريز، الأسلحة لها طريقة في التحريز. رفع أي الأثار حتى شعر، يعني أذكر في قضايا كانت نتائج عبارة عن شعر، فرش أسنان، مسواك، مناخل العود حتى نظيف الأسنان. كانت الحكومة تبني صورة شاملة عن التنظيم خطوة تلو أخرى في كل مرة. لم يدركوا حجم تنظيم القاعدة، لكن بفضل البحث والتحري تم اكتشاف أعداد متزايدة من الخلايا. طوقت أجهزة الأمن منزلاً سرياً في مكة المكرمة. حاول بعض المقاتلين الفرار من الباب الخلفي. هم عندهم أسلوب، عندهم أشخاص يعتبرون يسمونهم استشهاديين حتى يخرجون قادة التنظيم. ليش يطلع لك؟ يطلع لك عشان يطهر الموقع حتى يخرجون قادة التنظيم. فاللي يخرج هذا يعتبر بالنسبة لهم استشهادي لهم، هم خاص فيهم، هم في موضوعهم هم، عشان يخلص قاعدة القادة اللي موجودين المهمين. لا ينفكوا على مكة الحين، يسوون المصايب، يطلقوا النار الحين وقت طلبة ومدارس. لا حول ولا قوة إلا بالله. حلو،
الو سلام. اقول لك لا تروح المدرسه اليوم. ها المدرسه لا تروح المدرسه. دق على السعوديه اجيك بس بعدين افهمك. سيارة أخرى لاذت بالفرار أيضاً. من ضمن الأساليب اللي يتبعونها هو يعني السطو على المركبة وسرقة المركبة من الشخص من مالكها أو من سواقها، ثم بعدين يمشي بها 100 متر ولا 200 متر وبعد ذلك يرمي سيارة، ثم يسطو على سيارة ثانية، ثم يسطو على سيارة ثالثة ورابعة إلى أن يخرج ظنا منه أنه يضلل الجهات الأمنية. قامت الشرطة بالمطاردة وتم توقيف أول السيارة على الفور. كل مرة تحدث عملية نبدأ نراجع أنفسنا ونشوف الأعمال اللي إحنا المستوى اللي واصلين له وش اللي استجد أثناء العمليات. فكل عملية نزداد معرفة، نزداد خبرة، فكل هذه تحدث يعني من مرحلة كل واحد الواحد يتعلم يوم عن يوم، يعني ما سواء في تدريب ولا في مهام حقيقية. عثر على السيارة الثانية وهي عبارة عن شاحنة صغيرة في منطقة جبلية بالقرب من الطائف، وبعد يومين الحصار تدخلت قوة الأمن. سلم نفسك، الموقع محاصر، ما في مجال للهرب. أصاب عنصر القاعدة الهاربان أحد الجنود ثم فجرا نفسيهما. وقع البعض من أعضاء القاعدة رهن الاعتقال، فيما قتل بعضهم الآخر في مختلف أنحاء المملكة. وعمل زعماء القاعدة الدينيون جاهدين على شحذ عزائم مجندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ لنا آخر يقول: أنا شخص مطلوب لدى المباحث العامة لأجل أنني خرجت الجهاد في أفغانستان، وسؤالي هل يجوز لي أن أسلم نفسي؟ حقيقة هذا سؤال الساعة. واسمع أخي الكريم، أخي المسلم، أسيك أخي السائل للمقام أن يرجعون إلى رسالة لطيفة لأحد مشايخ هذا الطريق وأفذاذ هذا الدرب، سماها المنية ولا الدنية. كانت القاعدة تدفن موتاها وتعيد تشكيل مجموعاتها. ألاحظ أن القادة لا يحرصون على أفراد كما يحرصون على أنفسهم، لأنهم يخشون إذا سقط مثلاً عامل الشهري وقبض عليه الحكومة أن يأخذوا من المعلومات مثلاً توصل إليهم. يعني عندما أصيب في حادثة سويدي، طبعاً الإصابة كانت في البطن، طبعاً الرجل كان يتألم تألم شديد، كان يقول له يعني يا أخي تكفى أنا تعبت، شوف لي حل. مؤسف أنه بعد أن مات يعني عامر الشهري كان المصلين عليه عدد قليل. محزن أنه يعني كان يعني أقل أحوال لو اتصلوا على أهله سلموا لأهله، وأقل أحوال أيضا لو يعني دوا المستشفى ونزلوا في المستشفى وتركوه. أخرج الله لكم المجاهدين الذين يحبون الموت كما تحبون الحياة. ويطلبون الشهادة في سبيل الله كما تطلبون الدنيا. برز عبد العزيز المجرن كقائد، وهو زعيم الجناح العسكري للقاعدة.
وعقد العزم على الاستمرار في شن الهجمات. أنا عبد العزيز المقرن من مواليد مدينة الرياض، نشأت وترعرعت في بيت صالح، تزوجت، رزقت بنية عمرها الآن 10 سنوات وأخرى عمرها قرابة السنتين. قبل 13 سنة أو أكثر، الكل في تلك السنين يسمع بما يحدث في أفغانستان من أحداث، وكانت المساجد تتكلم بدعم من الحكومة حيث كان الجهاد مرضياً عنه تلك الأيام، فذهبت إلى أرض الجهاد. تدربت في معسكر جهاد وال على يد خيرة من الشباب، قضيت فترات طويلة تلقيت فيها علوماً كثيرة. الجبهات التي شاركت فيها أفغانستان والجزائر، ثم من الله علي بعد ذلك وشاركت في البوسنة والهرسك، ثم توجهت من البوسنة إلى اليمن، ومن اليمن توجهت إلى الصومال، وحصلت لنا قصة طويلة انتهت بالأسر لمدة 2 سنة و7 أشهر، ثم سلمت للطواغيت في بلاد الحرمين ورميت في السجن. ومن الله علي فانتقلت بعد الإفراج عني بشهر إلى أفغانستان، وشاركنا الأخوة في القتال الأخير ضد الأمريكان. أما علاقتي بشيخ المجاهدين أسامة بن لادن حفظه الله، فهي علاقة الابن بأبيه، علاقة الطالب بشيخه، والحمد لله أنا تشرفت برؤية الشيخ وبالجلوس معه. أيها الصليبيون، على عداوة الإسلام. غايتي أن يمد الله سبحانه وتعالى في أعمارنا لكي نغيظ هؤلاء الأعداء، ولكي نثخن فيهم، ولكي نوقع السيف فيهم، حتى إما أنهم يدخلون في دين الله جل وعلا أو أن نقتلهم عن بكرة أبيهم. فقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لكفار قريش: جئتكم بالذبح. طبعا الدولة بجميع أجهزتها الأمنية كانت متتابعة لهذه الأمور، لكن في نفس الوقت وجدنا أنفسنا أمام معركة لا ترحم. فهنا تحتم علينا أن نكون أسرع من الإرهاب والإرهابيين. شن تنظيم القاعدة حملة إرهابية في المملكة العربية السعودية، كان يأمل بأن تنجح هذه التفجيرات الكبرى في حشد المواطنين لمؤازرة قضيته. وفجأة وجدنا أنفسنا أمام معركة لا ترحم. فهم يبحثون عن أشخاص مقاتلين، أشخاص ما يفكر يقول إيه كده صح وخلاص انتهينا. قتل العديد من قياداتهم العليا على يد رجال الأمن، لكن مثير الشغب عبد العزيز المقرن تدخل. ولن يرى الأمن ويكانوا وحلفاؤهم في بلادنا إلا القتل والتفجير والدمار. وكان يأمل ببدء فترة قيادته بشن هجوم مدمر. الله يوفقكم، الله يوفقكم يا أخوان، الله أكبر، الله أكبر. Thank you.
أوعز المقرن إلى إحدى الخلايا في الرياض بشن هجوم بشاحنة مفخخة على مجمع المحيا السكني. الشعور أنت على السيارة اللي تعرف ما تنتقل فيها إلى جنب الدخول. والله الريحة نكبة يا شيخ، شوف كيف. صرنا رعاة البقرة. العب كورة كويس. يلا جيب الكورة. وين الكورة؟ ترى هذه ما ادري شو مسوي. قدراتهم لا يمكن قياسها ولا يمكن الوقوف عند حد معين على أن هذا هي القدرات التي يحملونها أو يسعون لها. الله أكبر. فهم يسعون إلى كل القدرات الممكنة للتدمير والنسف والتخريب. آن لهم أن ينظروا غبار الذل صغارا قدر الكبار. هذه الهرقة صغيرة ولا لا؟ هذه الهرقة. الله أكبر. المصيبة هي استحلال الدماء. استحلال الدماء ما تأتي إلا من أشخاص يعني أو من فتوى تحديد باستحلال الدماء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. كيف سكرت الدماء؟ الله أكبر. الله أكبر. اللهم افتح لنا فتحا مبينا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. دزوا خلاص. الله يوفقكم. الله يوفقكم يا اخوان. الله اكبر. الله اكبر. فسارت كتائب الحق واقدمت تدك معاقل الصليبيين وتشعل ارض الجزيره تحت ارجلهم نارا. تمت العملية وشفى الله صدور المؤمنين وأخزى الكافرين والمنافقين. كنت حينها مدير الدوريات الأمن منطقة الرياض، يعني كان وقع الخبر علينا سيء وعلى الجميع بحكم الضحايا وبحكم الأضرار اللي حصلت. الموجودين فيه جاليات عربية ومسلمة، واللي قتل فيه نساء وأطفال وناس ما لهم ذنب. ويصدمك أنت كرجل أمن أنه هذا الموضوع يحصل في بلدك. كنت تجد الأم المكلومة اللي لها أطفال قتلوا في التفجير، كنت تجد الأب اللي يذرف الدموع على فلذة كبده الوحيد اللي رباه 30 سنة. هذا موجود اسمه معك. فهذه مصيبة إن الشخص كيف يستحل الدماء. راح ضحيتها أناس يعني نعرفهم و
ويعني وناس يعني معروفين يعني أبرياء، بل بعضهم أطفال. سمعنا بأن هناك حالات أطفال كثيرة. نعم، تقريباً تصل إلى 20% من المصابين أطفال. تتبع أيش أنتوا كجالية موجودة في الكامباوي؟ جالية عربية ثلاث أرباع، يعني في لبنانية، في سورية، في فلسطينية. طبعا قوات الامن، عمليه التفجير المحيه عمليه فاشله، بالعكس ارتدت على التنظيم نفسه، وخسروا كثير من التعاطف اللي كانت بعض الفئات المجتمع تتعاطف معهم فيه. يعني حقيقه وبهدف استثمار هذه الخساره الحاصله في الدعم والتأييد، اطلقت الحكومه حمله في العلاقات العامه، وكانت بحاجة إلى تعاون كامل من عامة الشعب لهزيمة القاعدة. أقنعت مجموعة من المتشددين المرتبطين بالقاعدة المعتقلين لديها بأن يظهروا على شاشات التلفزيون ويسحبوا فتاواهم. يعني قتلت نفوس مسلمة، قتلت نفوس معصومة، هدمت بيوت على ساكنيها، روع الناس، وحصلت أمور ما كنا نعتقد أن تصل إلى ما وصلت إليه. ولا شك أن تبين من بعض الفتاوى التي قد صدرت، خصوصا فتوى دفع الصائل، بيان الخطأ والزلل فيها ومجانبة الواقع والحقيقة. أهاب ولي العهد بشيوخ القبائل ورجال الدين والمفكرين في المملكة أن يدلوا بدلوهم ويحددوا موقفهم. أخواني أرجوكم أنكم تفهمون، كل إنسان يسكت بس ما يقول شيء ترانا نعتبره منها الفئات الضالة، لأن هذول أعداء لكم، أعداء للإسلام، وأعداء للوطن، وأعداء للإنسانية، وهذا شيء ما تقبلونه أنتم ولا حد يقبله. ضعفت أجهزة الأمن من جهودها في تعقب المجرم، وكانت تزرع المدينة طولاً وعرضاً، ثم تلقت معلومات عن أحد كبار منظري القاعدة وعن حارسه الشخصي خالد الحاج، وكان معها زميلها إبراهيم المزيني، كانت مرصودة من قبل الزملاء في البحث العام، وكانوا تحت الأعين. يعني بعد له كمين في تقاطع شارع عبد الرحمن بن عوف مع الإمام أحمد بن حنبل، وانت متجه باتجاه الجنوب. السيارة هنا كانت في محيط أو سيارات في وسط الإشارة. مجرد أن نشاهد الأشخاص أو الزملاء العسكريين بالزي الرسمي والقفلين عليه مع مسدس، بادر بإطلاق النار عليهم. لحظة أول طلقة، هذه اللحظة هي اللي فعلا يعني ما أنساها في كل المهمات. ليه؟ لأنك مباشرة أنت تكون يعني من وضع وتنتقل إلى وضع آخر تماما، من وضع يعني أنت تأمل أنهم يسلمون أنفسهم، تأمل أن الله يهديهم ويرجعون عن هذا الطريق، لكن في هذه اللحظة تقريبا هم يقطعون على أنفسهم وعلينا حتى كافة السبل السلمية للتعامل معهم. فقدت القاعدة أحد كبار قادتها، لكن المجرم استمر في شن هجماته العدوانية. فإنكم
لستم أكفاء لنا ولا أمدادا. الحقيقة كان هناك ضغوط عظيمة جدا يعني على علينا يعني كأجهزة، وكنا وقتها في عملية البحث والشوارع والميادين والأحياء والمنازل والسيارات والأشياء، عملية متعبة جدا ومرهقة جدا انك تبحث في هالمحيط، مدينة تعج بحوالي 6 مليون نسمة. لا ما طلع سلاح طال عمرك، وبآلية يعمل فيها التنظيم تعتبر في حينها فيها براعة وفيها تخفي، فكان هذا يشكل ضغط آخر عليك. تجاهلت القاعدة عملية الملاحقة الشاملة وخططت لأكبر عملية لها. جدة مكة تبوك، جدة مكة تبوك. وذلك بشن هجوم عبر تفخيخ عدة شاحنات في الحي الدبلوماسي بالرياض. طبعا على ما يبدو انهم كانوا يعني مطمئنين للوضع، لانه لم يسبق يعني ان صارت لهم مداهمات، وكانوا يعتقدون انهم بعيدين عن رجال الامن. طبعا هم يسكنون في داخل الاحياء ويتحركون بشكل طبيعي. اجل يلا لا تفوتني ولا لم يكن هناك شيء ملفت للنظر، يعني حتى يعني الناس يعني كانوا يرون من يرون في بعض الهيئه يعني يعتقدون انه رجل يعني لا غير ملفت او وراه شيء من الظاهر يدل على انه يعني سوف يقوم باعمال تفجير وغيره. طبعاً الجهات الأمنية قبضت على في أحد الأوكار على أحد الأفلام اللي كانوا هم يستهدفون الحي الدبلوماسي. الرياض في حي دبلوماسي وهو يعتبر من الأحياء الوحيدة في العالم، فجمعت كل السفارات. الفيلم هذا والعملية كانوا رمزها البركان ينفذونها في حي الدبلوماسي، ولو نفذت يمكن صداها 11 سبتمبر إن لم يكن أكثر. لكن إجراءات التطبيق الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية حالت دون تنفيذ خطط القاعدة في نقل القنابل إلى الرياض. كان فيها لهم سيارات مفخخة، سيارتين علقت في الرمال في يوم سدرة، وسيارتين تم اصطيادها في طريق بويب. كانت كل واحدة فيها حوالي طن ونص تقريبا متفجرات، سيارات جيمسي. إلا أن القاعدة كان لديها شاحنة مفخخة خامسة، وقررت استهداف مقر المديرية العامة للأمن العام. هم يبحثون عن الهالة الإعلامية، الوهج الإعلامي، يعني فلن يكون إلا في العاصمة. شوفوا أبو عبد الله، رغم أنكم علمتم سقوط الجمس الأحمر والجمس الأبيض، فإيش حالكم؟ الحمد لله سقطت، هذا إن شاء الله في الطريق، إن شاء الله يدكم عابر الصليبيين بالله، كلبها إلى حمامات دمى. باستهداف مقر المديرية العامة للأمن العام، كان المجرم يرمي إلى استهداف ضباط الأمن أنفسهم. شعر أفراد الخلية بالإثارة والحماسة للمهمة التي كلفوا بها. بإذن الله هذه آخر لحظات لهم للاستعداد للعملية. هذه وجوه متواضعة نيرة قد نذرت أنفسها لنصرة دينها. الله أكبر، الله أكبر، هيا بالشعر. وهذا هو قائد السيارة
أخونا علي، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يجعلنا وإياه في عليين. يقال بأن في استهدافكم للصليبيين المحتلين لبلاد الحرمين مفاسد كثيرة على الدعوة، ومفاسد على المسلمين وعلى أهل العلم وطلبة العلم، فما هو ردك؟ يقال أن في استهدافكم للصليبيين والتفجير في بلاد الحرمين فيه مفاسد كثيرة على الإسلام والمسلمين، فما ردكم على هذا القول؟ ما رد، ما أنت مركز؟ لا ما هي والله أنا حاب خالص. مفاسد ما في مفاسد بالنسبة للإسلام عادي عادي، جاوب من جديد. يا اخي لا تفرح كذا، لا تعال بالله تقول لا بس ما يلفت النظر اي حركه. وانت شو تقول؟ شيء ما هو لا تسال سؤال فصيح، خل سؤالك يعني مش يعني انت. صف لنا مشاعرك وانت تتوجه لدك حصوني. غلط السؤال، انا قلت ايش؟ بعد لحظات بمشيئة الله سوف تركب سيارتك وتتوجه لدك حصون الكافي. لا ما ينفع كذا يا شباب يا أخوي، ترى بصلنا كذا حجارة. وفنه لا غير لكم بالحال إلا بالجهاد. ما شاء الله. سام زينة العملية السيادية في السيارة هذيك، ما تحس انك تخطئ عند طول؟ أخونا علي، نسأل الله أن يكتب لنا وله الشهادة في سبيله. هذه الحشوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفجر في المكان الذي يرضيه، وأن يجنب إخواننا المسلمين. وهذه هي الأزرار وهذه البطارية التي يقوم بها الأخوة للتفجير، تفجير الحشوة احتياطي من بطارية السيارة. هذه مخابرة الأخوة. وهذا المنديل. هذا المنديل؟ إيه. وش نوعيته؟ لقد جعلوا من رقم اللوحة طرفة يشيرون بها إلى الحور العين 72 اللواتي كانوا يتوقعون أن يلتقوهن قريباً. هم حاولوا أن يعتدوا على هذا المقر ولم يتمكنوا، ولله الحمد، من دخوله، حيث كانت هناك إجراءات أمنية لا بأس بها أو هي منعتهم. بعد تعذر وصولهم إلى مسافة قريبة بشكل كاف من مقر المديرية العامة للأمن العام حيث تكون الإجراءات الأمنية في غاية التشديد، انفجرت القنبلة على مقربة من المبنى الخارجي لشرطة المرور وأسفرت عن مقتل طفلة وخمسة من رجال الأمن.
وقتها كانوا يحاولون ينقضون على معنوياتنا احنا كرجال الامن بحيث انه احنا ما نصمد في عمليه المواجهه هذه ولا نستطيع ان نصل لهم. ولما تشوف المشهد السوداوي هذا امامك يعني يزداد الالم والحمل عليك كثير، يعني تصل الى مرحله انه انت يعني روحك وعندك واغلى ما عندك تحاول انك تقدمها، بس انك تصل الى مرحله انك تغير الصوره اللي اللي اللي, اللي حاصله. الله اكبر. الضحايا كانوا من أفراد الدار العام للمرور وضباط الإدارة العام للمرور، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنه حصل تكاتف أكثر وأكثر وأكثر وحصل تلاحم، وأنا أراهن على هذا الشيء يعني واجز فيه يعني والحمد لله. واحد فيهم كان من زملاء الدورة، دورتي أنا، فيعني لما تدخل مكتبه الآن حتى بعد يعني بعد ما أعيد بناءه وترميمها وتشوف صورته كل يوم في مدخل الإدارة من مع قائمة الشهداء وأبنائه، يعني تتذكر أبنائه الصغار وتشوفهم، يعني هذه الأشياء يعني صحيحة تؤثر يعني تأثر فينا لأننا نعرفهم عن قرب، لكن هناك ناس كثر يعني استشهدوا. دخيل على مجتمعنا، دخيل على ديننا. أنا ما أدري كيف الناس هذول ينتسبون للإسلام. راح نقضي على اللي صار هذا من جذوره إن شاء الله. في اليوم التالي لحادثة تفجير الوشم أرشدت إخبارية تلقتها قوة الأمن إلى أحد المنازل السرية للقاعدة، وأدى إطلاق النار إلى مقتل الإرهابيين الثلاثة الذين كانوا فيه. خلص المجموعة، نقلوا المصابين هذولا والمقتلين والمين. فعلا صار الطوق الأمني وصارت المسافة يعني تقدر تقول إنها تحمي فيها المتجمهرين اللي يبغون يشوفون إيش فيه في إيش في الموقع أصلا. الجمهور او الناس المتجمهره الموجوده وصلت لين يعني خلاص قريبين مره. كان فيها صوت جدا يعني ما يوصف، يعني انا اقدر اوصفه لك لكن احساس شيء ثاني. فكلهم صوت واحد، حي الطواري حي الطواري حي الطواري. يعني كان في شغله وصوت بواري وتفاعل وشغلات، ما كانه يعني شغله اطلاق نار وفيات وشغل. اللي موجود في مسرح الحادثة او في الموقع يحس بنشوه ما هي طبيعيه. شكل ذلك قناعة للحكومة بأن حملاتها الإعلامية قد فضحت التنظيم وحفزت المجتمع السعودي برمته ضد القاعدة. أنا أعتقد أن المجتمع في المملكة العربية السعودية، المواطنين في المملكة العربية السعودية هم حقيقة يعني الدافع المعنوي اللي كان معنا بعد الله كرجال أمن وكأبناء لهم وأخوان وأباء لهم، كان دافع معنوي في أن نحقق ما حققناه من نجاحات. بغية تهدئة الانتقادات المتزايدة بشأن الضحايا المسلمين، تبنى المجرم استراتيجية جديدة: الاغتيالات. يلا يا أخوان خلصوا عشان خلص، يلا البس الشبت. أنا أحتاج إني أعيش القاتل سريع. مباشرة سحبت وجهت سلاح أنت، لا راح أرمي، صح ولا؟ عندي مكان أريد أن أقطعه. تجيت؟ ضربة، لازم تنزل،
يكسر بعد. خلاص وين رحت انا؟ خلاص صرت ترى بطيء. يلا. جيد لو ما يجي منها الا الفجعه. اقتربنا من الموقع وتوجهنا إلى البوابة واقتحمناها. يا تم التعامل مع الحراسات الموجودة عليها، وفور دخولنا وإذا بسيارة البريطاني فساقه الله إلى أجله، وهو من كرروا عرض صورة جواله على مرتبة سيارته وعليه الدم. وتوجهنا إلى الأعلى ووجدنا علجاً أمريكياً يبدو أنه مدير لإحدى الشركات. دخلت عليه المكتب وناديته، فلما التفت إلي أعطيته طلقة في الرأس. ودخلنا مكتباً آخر فوجدنا أحد العروج ونحره أخونا حسين، وكان هذا هو العلج الجنوب أفريقي. خرجنا من الشركة وتوجهنا للموقع الثالث. والحمد لله كان الإخوان فيهم سكينة وطمأنينة عجيبة. استمرينا في عملنا نبحث عن العلوج وننحر من وجدنا منهم. توجهنا بعد ذلك إلى الفندق ودخلنا فوجدنا فيه مطعما فأفطرنا فيه وارتحنا. تم صد محاولات اقتحام الفندق الذي احتجز بداخله الإرهابيون بعض الرهائن. استدعيت قوات الأمن الخاصة. وصلنا هناك قبل العصر أو وقت العصر أذكر. والله لما كنا كم يشرح السروشن الوضع كان يعطونا الوضع أنه هذا الرهائن الوضع كانوا فيه رهائن في لا يقل عن 70 أو 90 رهينة موجودين داخل. فطبعاً ننتظر. بعد وصولنا تقريباً إلى الفجر يعني تقريباً من العصر إلى الفجر وحنا ننتظر عملية التوجيهات العليا بالاقتحام. بالنسبة لنا احنا كقادة فرق اقتحام كنا نبغى يعني نقتحم بأسرع وقت ممكن صراحة. في أثناء يعني الليل كنا نسمع أعيرة نارية طلقات، ما ندري مكانها كان من داخل الفندق. يعني بين فترات بين ربع ساعة نص ساعة على طلقة طلقتين طلقة طلقتين. بعد الفجر صلينا الفجر جت الأوامر بالاقتحام على المبنى. الطائرة الأولى أقلعت أعتقد الساعة يمكن 6 أو 7 الصباح أعتقد. أنا كنت في الطائرة الثانية. طهرنا الدور العلوي اللي يليه مع تطهيرنا الدور بالتتالي من أعلى إلى أسفل واجهنا الجثث. يعني أنا لما أتذكر الواقع وأشوفها يعني لا زالت مواقع يعني مشاهد مفجعة.
كانوا ياخذون الشخص اللي بيقتلونه، لازلت تذكرها. كان اسلوبهم انهم يركعونه على رجلينه، لازلت تذكرها. طلقتين في مؤخرة الرأس، لازلت تذكرها. يعني تفاجأت لما اشوفهم، يعني هذا تجاوزا اقول، فشيء يعني كان متعب. كان لقينا اشخاص مقتلين على وجيههم، تم قتلهم وكانوا يضعون على الدرج، يعني بشكل قاصدين الشيء هذا. كل ما نزلنا من دور الى دور كنا نتوقع اننا يعني خلاص بدأنا نحصرهم حتى ان نقبض عليهم، ولا للاسف يعني ما حصلنا الاشخاص المطلوبين. فر الارهابيون من الطوق الامني ليلا، وهروبهم صراحه وعدم وجودهم في المكان اثناء الاقتحام فيعني شوي بالنسبه لنا يعني كانها لم تنجز المهمة بشكل تام صراحة، لم تنجز المهمة بشكل تام. استعاد المجرم زمام المبادرة، أوعز لرجاله باستمرار تعقب واغتيال الغربيين، ما حدا بالحكومة الغربية إلى نصح مواطنيها بمغادرة البلاد سريعا. It did not make our host country. الحكومة السعودية أكدت لنا بعدم ضرورة مغادرة المقيمين الأمريكيين البلاد. But there was a very significant. لكن تصاعدا كبيرا جدا طرأ في عدد الأحداث الإرهابية التي وقعت، فكان لابد لنا من التعامل معه. It's demoralizing for the government of Saudi Arabia. إنه لأمر مثبط لعزيمة الحكومة السعودية. لأن المعنى الضمني هو لا نستطيع الاعتماد عليكم أيها الأصدقاء في السعودية بأن توفروا لنا الحماية، وإن كان الأمر كذلك داخل المملكة فهذا يعني أننا لا نستطيع البقاء هنا. أيها الصليبيون، فلا تظنوا أنكم بمنأى عن جند الله المجاهدين، لقد أخرج الله لكم عصابة مجاهدة يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. في ذلك الوقت أصبحت الصورة سوداوية بالنسبة لل كانوا على قدرة في التخفي وعلى اختيار ضحاياهم، يعني تكررت بصورة سوداوية. وقد من الله على مجاهدي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بضرب الطاقم الهندسي المشرف على تطوير نظم طائرات الأباتشي. كان في بول مارشال جونسون كان قادم على سيارة نوع كامري من المطار الملك خالد تقريبا، عمدوا إلى إيجاد نقطة تفتيش وهمية عند تهدئة السيارة، استطاعوا أنهم يسيطرون عليه ويقبضون عليه وأخذوه معهم. What's your name? Paul Marshall Johnson Jr. I have a special report about you. You know? Okay. I have a special report. If you are right, I will break your head. If you are the right way, you will see other things. Okay. وإذا أراد طواغيت الحكومة السعودية أن يطلق سراح سيدهم الأمريكي المعتقل، فليطلقوا أسرار المجاهدين خلال 72 ساعة من تاريخ هذا البيان. What's your work in Saudi Arabia? Okay. On the front end of Apache helicopters, doing electronics, optical stuff. Yes. And that's what we work. AEC has a contract to do the optical stuff.
What's the optical? This is the focus? It's a focus. I have report here. It's speak very well, I have report. Okay. What's you said optical? What kind of optical? It's like you said, I train three people. What kind of training? Electronic optical training. We teach them to repair. Yes, see, now you said there is repair. Right. Before you didn't say repair. Okay. You said repair. I have to teach three students. I know. On how to repair. I know every project has three or four or six Saudi men, all them. Sure. I'm not allowed to go over in production. But you know everything about the AC, that's sure. Right, they have two buildings. Yes, but you know everything. Yes, sir. How much you take your salary by dollar? Everything. With housing and there is some appointment for you. How much every month by dollar? By dollars? Yes, quickly. لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يليق لوجهك عظيم سلطانك وخر يوم الجمعة أصدروا بيان أنهم أعدموه وبثوه عبر الإنترنت. في شيء كان ما هو ظاهر للعامة، كان يوم الاثنين عندنا متابعة لبعض قادة التنظيم، ولا أخفيك كان بينهم المقرن يوم الاثنين. استمرت عملية الملاحقة والمتابعة لهم في تعاون تام بين الأجهزة على الأرض، يعني وفي متابعة مستمرة من أعلى الجهات. حصل يوم الأربعاء شوهد لقاء لفيصل الدخيل وعبد العزيز المقرن ومعهم بعض الأشخاص في شمال مدينة الرياض، لكن كان اللقاء عابر وما عطى يعني فرصة للتعامل معهم، تركوا على هدوء واستمرت المتابعة لهم. يوم الجمعة في حي الملز شهدت إحدى سياراتهم في محطة البنزين وضعت تحت الرصد. كان وقت مناسبة وكانت مباراة كبيرة على يعني على الكاس، وكل الشوارع يعني تقدر تقول إن الحركة فيها متدنية جدا، والناس كلها خلف التلفزيونات تشاهد المباراة. وضع المحل تحت الطوق الأمني. حضرت السيارة اللي فيها عبد العزيز المقرن وفيصل الدخيل والطيري اللي قاد عملية واحد عبد العزيز في المنطقة الشرقية، ومعهم شخص اسمه إبراهيم. أربع أشخاص حضروا.
عبد العزيز المقرن وزملائه مجرد وقوف السيارات وشافوا الحصار الأمني عليهم أطلقوا النار. والشكر له سبحانه وتعالى في وقتها قضي على عبد العزيز المقرن في المكان نفسه. كان لهذه الضربة يعني فصل لرأس التنظيم في المملكة العربية السعودية، وكان لها رد أيضا جدا قوي على التنظيم وأثر عليهم يعني كثيرا. يعني لا يعني مقتل المقرن أن الحكومة قد تراخت عزيمتها في كشف خلايا القاعدة. استلقى الصوت الآن؟ والله إن شاء الله. الحقيقة المسألة. الحقيقة لو تيجي هذه شوية بس. لا تخيل بحر بصور شيخ كذا يعني. بعد كذا تقصد إنك يعني تلقط ال. تبيني أتكلم عادي الآن؟ أتكلم كل قصيدة. حرجتني صح؟ شفت؟ قالوا علام خرجت قلت لأنني عندنا جبهة. حاصرت قوات الأمن المقر الإعلامي للقاعدة في حي الملك فهد في الرياض. لم يكونوا مدركين أن برفقة العوشن أحد القيادات العليا للتنظيم وهو العوفي مع حراسه الشخصيين. كنا احنا طلعنا كذا عملية، دقينا الباب، يوم جاء فتح شافنا أحد الإرهابيين سكر الباب، قام يصايح الزملاء موجودين، بدأ إطلاق النار من فوق على الدرايش علينا، واجهناهم. كانت عندهم أسلوب التغطية على دائما، كنا نواجه هذه عندهم، عنده أسلوب التغطية على قاداتهم. اكتشفنا القدر العالي من التدريب والتخصص لدى الإرهابيين. الإرهابيين ما كانوا أشخاص عاديين، ولا كانوا أشخاص يعني مجرد أنهم جندوهم من الشارع. توزعوا بطريقة احترافية يعني خطيرة جدا، استخدموا قذائف الار بي جي أطلقوها على سياراتنا اللي كانت واقفة، سببت دخان أسود كثيف من خلاله يستطيعون الهروب وتهريب قائده صالح العوفي. اقتحمنا المنزل وتفاجأنا بوجود زوجة صالح العوفي، يعني تخلى عن زوجته، هرب بنفسه وترك زوجته وابنته في المنزل. دخلنا داخل لقينا الأسلحة كثيرة والشاشات ومسدسات، حتى إن سام سبعة ذا الصاروخ كان موجود. أنا كنت عطشان أدور موية، وفتحت الثلاجة حنبتني فيه موية وحاجة، ولقيت قصر العادمي وقدامي استعر راسي ونزلت الثلاجة على طول، طلعت حتى أني قلت للزملاء فيه شيء هنا ما أدري وشينه، راس آدمي ما أدري كيف. تم التأكد لاحقاً من أن الرأس البشري الذي عثر عليه يعود إلى ضحية مختطف وهو بول مارشال جونسون الابن، أما جسده فلم يعثر له على أثر قط. هذا جريمة دي عشان والله العظيم أنا يعني استعر وقف شعر رأسي من هالشيء ذا، لأن لا إحنا في بلد مسلم مؤمنين نرضى الشيء هذا كذا، هذا ما يجوز. على رغم المعلومات القيمة التي تم ضبطها عن الشبكة، لا يزال العوفي حراً طليقاً.
لا أحد يطلق النار إلا على هدفه وشخص مع السلاح. ضيقت قوات الأمن الخناق على خلايا القاعدة في جميع أنحاء البلاد، وأدى مقتل قائديها دندني والمجرن إلى إضعاف التنظيم بشدة. كان لهذه الضربة يعني فصل لرأس التنظيم في المملكة العربية السعودية. لكن القاعدة مستمرة في محاولاتها لإسقاط الحكومة. فهم يسعون إلى كل القدرات الممكنة للتدمير والنسف والتخريب. هو شيء داخلي، الشخص اللي مارس الأعمال القتالية يكون عنده زيمة ضغط معين ويرجع لها، لأن يرى فيها شجاعة حتى لو كانت خطأ. ممكن هذه نقطة من النقاط اللي هم يرونها، يعني يرون كلام أنك أيوه كنت شجاع، أنت بطل، أنت عاشق الجنان. أيوه خذ لك أنا. يأمر صالح العوفي زعيم خلايا القاعدة في الحجاز في رفع المعنويات عبر شن هجوم على عدوهم اللدود أمريكا، فقد اختار هدفاً رفيع المستوى. هنا يا إخوان كما تشاهدون مبنى القنصلية الأمريكية بجدة، هذه البوابة الرئيسية، هنا موظف أمن وهذا حرس وطني. هنا أحد رجال الأمن الأمر سماح من أحد الموظفين الدبلوماسيين الأمريكان. ونعم هنا حارس لابد الأخوة ينتبهون ويتعاملون معه بسرعة. كانت سيارة نائبة القنصل تدخل القنصلية، هم كانوا يتابعونها مراقبين السيارة هذه ومحددين وقتها. أول ما فتحت البوابة دخلوا مع السيارة نائبة القنصل. بعد ما تعدوا الحواجز يعني أخذوا يتجهون، وصار عندهم عملية أنهم أي شخص أمامهم يطلقون عليه النار مهما كان. كنت في مكتبي في ذلك الصباح، وقال لي مساعدي إن القنصل العام كان يتصل من جدة لأمر طارئ. كانوا يتعرضون لهجوم وإطلاق أعيرة نارية، وتم إنزال علمنا، وحاول الإرهابيون تدمير مدخل المبنى تمهيداً لاقتحامه. كان السعوديون منظمين ومستعدين للتصرف، وتحركوا بخفة وسرعة كبيرة، وتمكنوا من الوصول سريعا إلى مبنى القنصلية.
الحمد لله بتوفيق الله تم الانتهاء من المهمة، تم السيطرة على عليهم. ثلاثة منهم قتلوا نتيجة إطلاق النار، وأصيب منهم آخرين، وتم تسليمهم للجهات المعنية. لقينا مع هذا الجعبة فيها هذه حقت التقييد حقت الأشخاص. Within a matter of three hours. انتهى الأمر خلال ثلاث ساعات. ومن أول الأشياء التي قمنا بها رفع العلم مجدداً. سعدت بهذه الجهود التي أعادت العلم يرفرف بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث. قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مساء اليوم بزيارة للمصابين من رجال الأمن وأفراد الحرس الوطني في حادث الاعتداء على القنصلية الأمريكية في جدة، اطمأن خلالها على حالتهم الصحية. نحاول نكافح في أفضل يعني بإذن الله. بحول الواحد الأحد. بإذن الله. طيب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا الله يسلمك. المعنويات كان يعني يرفع معنويات احنا كرجال الأمن. كم مرة زارهم مصابين، كم مرة واسل أهل المتوفين، كم مرة صلى على الشهداء، أمور كثيرة. لما تحس أنت كرجل أمن أنه فيه من يقف معك ويأزرك ويعضدك، تجد أن الجهد اللي أنت تقدمه مهما يكون حجمه لا يوازي العطاء اللي قدمه هذا الرجل. هذه يعني شهادة حقها من الله سبحانه وتعالى، يعني أسأل عنها يعني في هذا الموضوع. محاولة أخرى طموحة من القاعدة بعد بضعة أسابيع لشن هجوم على المقر الرئيسي لوزارة الداخلية بالرياض تبوء بالفشل. أحكمت الحكومة قبضتها على القاعدة، لكن ما زالت المهمة هي القضاء على ما تبقى من خلايا القاعدة وخطرهم. تم إخطار رجال الشرطة بسماع أصوات تثير الشبهات من الفيلا المجاورة. أغلقت قوات الأمن المنطقة وبدأت في التحقيق. إلا فيها عوائل، إلا فيها عوائل. لا أحد يطلق النار إلا على هدفه وشخص مع السلاح. ما أحد يطلق النار إلا على شخص. اكتشفت الشرطة المخبأ الرئيسي للقاعدة وفيه 21 شخصاً من كبار عناصرها. تم استدعاء قوات الأمن الخاصة. لما تم الانتقال للموقع رتبنا وضعنا، وبعدين حركنا فريق القناصة، أخذوا مواقعهم في المواقع العالية اللي قريبة من الموقع، في أحد المساجد، كان في مسجد قريب من الموقع تم التمركز فوق، وفي فيلا عظم كانت تبنى جنب المبنى زرعنا فيها القناصة. حاول الهروبهم من الجهة الثانية الجهة المظاهرة للفيلا. طبعاً المشكلة اللي كنا فيها كان في فريق القناصة في العمصار وفي فوقهم في العمارة اللي هم فوق، ما يستطيع النزول ولا نقدر نخليهم، وتقريباً الذخيرة شبه أنها تنتهي عندهم. تحركت كتيبة إلى الداخل لإنقاذهم. أخذنا ساحة السلالم وحطنا بين العماير عشان نخلي زملائنا ونطلعهم من العمارة. تم إخراج زملائنا من العمارة وبدينا حنا معهم إطلاق النار. حاولنا نتفاوض معهم، حاولنا الدخول عليهم أكثر من مرة. في كل لحظة يتم الدخول يتم التعامل إطلاق النار. العسكر طاح. والله يا ابو، والله يا ابو،
أجل دخلوا جوا، دخلوا جوا في وسط العمارة. نقوم في الأعمال هذه يعني بعض مرات ما تحس يعني بنفسك، ما تحس في الوقت، لأنك فعلا يعني تدافع عن شيء يعني يمس البلد بشكل عام. مع دفع قوات الأمن المسلحين إلى التراجع، اتسعت رقعة المعركة في ذلك الجزء من المدينة. كان ثمة مزيد من المدنيين يحتاجون إلى عمليات إجلاء. جلسنا اليوم الثاني، بدينا نطهر طبعا باقي الفلل اللي هي في المربع هذا. اول ما تبدا المهمه بس في بدايتها، في بدايه دخولك ما تدري انت وش بتواجه. كم عدد الاشخاص؟ ما تدري البيت مشرك مو مشرك. أول ما أحس فيني قال تقدم لي، ليش ما تدخل؟ أنت جبان، أنت زنديق، أنت من الكلام هذا، تعال إن كنت راجل تعال. طبعاً الواحد بهالحالة صعب إنه بيتقدم، هذا إنسان انتحاري. حاولت إني أعطيه طلقتين تخويفية، قال أنت من وش الطلقات اللي تعطيني؟ ما يعني أبغى أشوفك وجه الوجه. قلت أنا حتى لو أجيك يعني أنا تقتلني، أنا وراي ألف رجال. كريم المجاطي من المطلوبين المعروفين، هو مدرس، أنا الشخص اللي اشتبكت دخلت عليه. أطلق النار، لكن الحمد لله قدر الله أن ما أنطولي كان مو لكان جت ست طلقات تعدتي. تعاملت معه بالقنبلة الأولى، القنبلة الثانية، بعد ما تعاملنا القنبلة الثانية شبت نار عنده. القنبلة الثانية كانت إصابته جدا قاتلة. لما تجي شخص تلقى يعني نهايته يعني بكاء وصياحة وتكفون لا تخلوني وبموت، هذا طيب أنت تنظيم القاعدة، وين الحياة اللي تتكلم عنها؟ وين الجنان اللي يتكلم عنها؟ وين اللي يتكلم عن انهم في الموت يبينون له كل شيء ويقولون هذا الصح وهذا وهذا؟ هذه قناعات، اذا كانت قناعتك صحيحه لازم تموت عليها، لكن انت ما مت عليها، انت راجعت قبلها، والسبب انها كانت خطا. أصبح الحصار حرب استنزاف في ظل اتخاذ القاعدة موقفاً دفاعياً مسلحاً. يفترض أن طلعنا انهينا المهمة في بعد 3 ساعات أو 4 ساعات. هي جلست أكثر من 3 أيام. إن لما أقول لك 3 أيام ما نام تقول طبيعي، لكنه يعني مو طبيعي كثير، لكنه يكون في شد وعلى أعصابك، في تبادل إطلاق نار ما يبسهل. مع بقاء حفنة من الإرهابيين شنت القوات الخاصة الهجوم الأخير. وفي آخر مراحل الاقتحام جت شظية من قمة الشينفاء واستقرت في اليد وطلعت من الجهة الثانية. شفتها إلا بدأ الدم يسحب بشكل عالي يعني. حاول أوقف، عجزت من حرارة الاشتباك وإني أبغى أرجع. قلت بأرجع أربط إيدي وأرجع مرة ثانية. فنزلت بسرعة عند المسعف تحت، مجرد بس ما حط يده حسيت برودة في جسمي كاملة، إغماء أو حاجة زي كذا. برغم عدم مقتل أي جندي، فإن قوات الأمن تكبدت إصابات وصل عددها إلى 100 خلال أيام الحصار الثلاثة، وأخيراً تم نجاح العملية. الغارة هي واحدة من أكبر العمليات التي تشنها القوات السعودية وأكثرها أهمية.
تم التعامل منهم حتى انتهت المهمة يعني. تم القبض على 6 منهم والباقيين قتلوا. والله أكثر ما يؤلمنا أنهم أبناء الوطن، أنهم سعوديين، هذا أكثر ما يؤلمنا في جميع المواجهة. نطهر الدور هذا، وأول ما دخل الفريق كان فيهم طفل صغير في عمره 15 سنة أو 14 سنة. قائد الفريق قال وقف إطلاق النار، في طفل نحاول أن نطلع من الموقع علشان ما يتأثر أو يجيه إصابات. تفاجأ فجأة كذا أن الطفل على طول خذ المسدس وأعطاه، أطلق بعض العبارات، حاول أن يوجه المسدس على الفريق. على طول الفريق أحد أعضاء الفريق على طول تعامل معه وأعطاه طلقة وقضى عليه. لما تكون متقدم الموقع محصن منه وتكون الطوقة بشكل سليم يعني بشكل قوي ويعرف وش يواجهه من أسلحة ومن قوة ومع ذلك ما يسلم نفسه، معناه أنه تصل القناعة أنه ممكن اللي هو زي ما قلت لك أنه قتل الإرهابي سهل، من السهل قتل الإرهابي لكن من الصعب قتل فكرة، فبالتالي هذا هو أصعب ما يواجهنا. كانت عملية الرص قصة نجاح عظيمة أعقبها عملية اعتقال. لكن بقي كبير قيادي القاعدة صالح العوفي فاراً. القوات الحكومية تحاصر العوفي بعد مراقبة منزله لثلاثة أيام. عند وصولنا للمبنى طبعا كان لدينا حاجز امني كبير. العماره مكونه من 4 ادوار، وردنا معلومات ان العماره داخلها عائله كبيره في السن، فعند وصولنا للمبنى ثم نداء عبر الانتركوم للعائله او للمطلوبين. إلا أنه تفاجأنا بشكل مفاجئ بإطلاق النار على رجال الأمن ورمي القنابل في كل الاتجاهات. طبعاً كان هدفه إشغال يعني رجال الأمن ليخططوا للهروب. قفز على حوش خلفي، ومن الحوش الخلفي خرج إلى شارع ضيق. مباشرة كان يستخدم سلاحين رشاش كلاشينكوف بالإضافة إلى مسدس. طبعاً تم التعامل معه مباشرة، مجرد ما شعر بالإصابة كان عليه حزام ناسف، فجر رأسه بالحزام الناسف وتوفي فوراً. في الوقت نفسه انتقلت قوات الأمن في عملية منسقة لمداهمة قيادي آخر وهو الحاصري. تم مفاوضة المطلوب، طلب تسليم نفسه ورفض، فكان يكبر يقول الله أكبر إذا كنتم رجال فادخلوا. فطبعاً اضطرينا لاستخدام الغاز المسيل للدموع، استخدمنا عملية الضغط.
طبعا عندما وجد نفسه انه محاصر وانه ما في اي منفذ ولا له اي مخرج الا يا يسلم نفسه يا يموت، للاسف قام بعمليه تفجير نفسه. طبعا في نفس اليوم كان في المدينه المنوره قضى على صالح العوفي في نفس التزامن طبعا، وكان يعتبر نصر من العمليات الجيدة اللي هي بداية النزول لتنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية. كانت القاعدة تحارب الحكومة منذ نحو 3 سنوات. أبو قسم بالله العظيم أخي خليك منهم يونس منهم شفرين هنا. لم يبقى الآن سوى الخلايا التي تفتقر إلى الخبرة. فهد الجوير يعلن نفسه قائداً. أولاً إلى رجال الأمن، عجبت لكم، تثاقلتم وركنتم إلى الدنيا، فانظر بماذا ستجيب الله عز وجل إذا لقيته وقد قتلت مجاهداً في سبيل الله دفاعاً عن الأمريكان. ثانياً إلى الحكومة السعودية، ووالله إن ملككم لزائل وإن المجاهدين لمنتصرون عليكم، أتعرفون لماذا؟ لأن الله مولانا ولا مولى لكم. عقد العزم على جعل اسمه يقترن بعملية ستدوي أصداؤها في العالم. سأعطيكم نبذة مختصرة عن غزوة أبقيق المباركة. معمل أبقيق لتكرير الزيت هو من أهم المعامل وأكبرها التي يستخدمها الصليبيون في حربهم على الإسلام. جاءت هذه الغزوة طاعة لأميرنا وولي أمرنا الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله، حفاظاً على دماء المسلمين وثرواتهم، ولكي تسترجع البلاد إلى أهلها. صراحة ما أدري شو أقول. الحمد لله الذي من علينا بتجهيز هذه السيارة، ونسأله عز وجل أن يمن علي بضغط هذا الزر إن شاء الله. صباح الخير من فضلك. شعور يا الله، شعور أي واحد مقدم على ربه. راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها، وين أيامنا وين أيام قضيناها. هذا حق إن شاء الله نقربع. كلمة وجه قبل العملية بساعتين. سنجتمع سويا في الجنة بإذن الله. ذهبنا لمعمل أبقيق قبل الغزو بيوم عبر طرق برية من الرياض، وقد كانت السرية تتكون من 4 سيارات، سيارتي اقتحام وسيارتين استشهاديتين. وعند وصولنا للمعمل قامت مجموعة الاقتحام باقتحام المعمل لفتح الأبواب ولتمهيد دخول السيارتين، فقمنا باقتحام المعمل من البوابة الخلفية. بعدها نجمع المدخل، إذا وصلنا هنا هذا المدخل يوديك للبوابة. هنا البوابة في متلوز واحد، وأعتقد أن فيه أكيد في قوة هنا داخل، إذا في قوة أو في ننظفها. بالنسبة للاستشهادين يا اخوان،
بإذن الله إذا دخلت السيارة من عند البوابة خلاص يعني ما عندك مشكلة، يعني تقدر تأخذ راحتك إلى تأخذ وقت تختار المكان المناسب. فهبوا قوموا من سباتكم، انصروا إخوانكم المستضعفين، قاتلوا في سبيل الله، فليس لكم إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. انطلقت السيارتان المفخختان والسيارة القيادية إلى المصفى. أعطيكم سير يلا أني أحبكم كلكم. لازم هسر أني الفرحة فرحتين ما شاء الله أني نجمع. طيب تكفى أتريد عندك الربيع. يلا شوي. ما يكفي؟ أبي شيء. طيب اصبر. شوف المحطة هنا عب. أنت ما معك يا أحمد؟ أنا ما معبي. إيه. خلهم يعبون كلهم. لا تلفتون على البشر. يصير فيها المجاهدين دس الحين. هذا حق ايش هذا؟ لا ماكسد امشطهم. انت اقتحم عليهم ها؟ طيب امشي اقتحم ها؟ لا وقف بجنبه. لا الرجال يحطه على راسه. بسرعة الرجال جاي في الطريق قدام الغرفة اللي تقولون عليها. انت انزل وحط على راسك. قتل المهاجمون اثنين من الحراس واتجهت السيارتان المفخختان إلى المصفى، لكن هناك أربع بوابات.
ولما رحت سمعت أصوات انفجارات رهيبة كانت في حدود المعمل، فكانت الانفجارات قوية جدا، يعني لا ما أقدر أوصفها. كان في هزة الكامل مدينة بقيق. لم تستطع السيارتان الاقتراب من المصفاة وإحداث ضرر بالغ فيها. اللي أدهشني اللهم لك الحمد أنه ما كان في أي آثار أو أضرار من جراء هذا الانفجار، والحقيقة أنه لو نتج ما كانوا يصبون إليه وما كانوا يريدون تحقيقه لحدث حادثة فظيعة في بقيق، كذلك هدم الكيان واقتصاد الدولة. المعروف أن معمل بقيق كان يغطي 75% من اقتصاد المملكة. تم التقاط السيارة القيادية بكاميرات المراقبة أثناء هروبها. بعد يومين تعقبت الشرطة السيارة إلى أحد المنازل السرية في الرياض. كان عندنا سيارة رصدناها، سيارتين. وصلت واحدة من السيارات اللي استخدمت في تفجير بقيق اللي هي الجيب باث فاندر. وصل ونزل أشخاص وخذوا الكامري. تحققنا من اللوحة، وجدنا اللوحة مصطنعة. هذا يوم الجمعة مساء. تابعناهم، اختفوا علينا في حي القدس. عندهم أسلوب اللي هو إنه إذا وصل عند الإشارة يقطع الإشارة، يتجاوز الإشارة الحمراء حتى يشاهد إنه إذا أنت يعني عندك قدرة إنك تتابعه فأنت تضطر إلى عملية قطع الإشارة وتجاوز الإشارة الحمراء. فضلنا وقتها إنه ما نقطع الإشارة. الزملاء اللي كانوا مكلفين فضلوا أنهم ما يقطعون الإشارة. هو من المجرد أن قطع الإشارة سلك طرق سريعة واختفى عن الأنظار. صبرنا معاهم يوم السبت. المكان كان دائرة الاشتباه ضيقة. ظهرت لنا السيارة الكاملة مرة ثانية. تابعناهم، اختفوا علينا في محيط حي اليرموك. يوم الأحد خرجت الكامري من نفس المربع هذا. تم تحديدها بدقة، أيضاً تحديد الأشخاص اللي موجودين فيها، أيضاً تحديد السيارات اللي موجودة فيها. كان فيها الكامري والجيب موجودة في نفس الاستراحة. أخذنا مواقعنا بكل احترافية وبهدوء، تمركزنا في المواقع الصحيحة، نشرنا القناصة في أسطح المباني. كان موقعي فوق سطح أقرب مبنى للإرهابيين. طبعاً كنت أشوف نعالهم الله يكرمكم، فتأكدت من العدد اللي موجود في الغرفة. أثناء أذان الفجر في الرياض طلع شخص من أحد الغرف، تفاوضوا معه، سلم نفسك، وكان أعزل يعني ما كان معه سلاح، وكان بإمكانهم يطلقون النار عليه ولا تجاوب معهم. رجع ثاني مرة داخل الغرفة وصحى زملاء، وأثناء تصحيتهم أنا أذكر أحد الزملاء في الجهاز يقول أنا أسمع عملية تعمير السلاح. كانوا يطلعون الأسلحة علينا من النوافذ والأبواب ويطلقون النار.
نزلت تحت، ركبت مع السيارة المدرعة، قدمت السيارة المدرعة في الموقع الصحيح اللي كنت أتخيل أنه يجب أن تكون فيه. اخترق الباب الحديدي وأصابهم في الموقع اللي هم مختبئين فيه ودفعهم للخروج، يعني نتيجة لذلك خرجوا من الموقع اللي هم متحصنين فيه، وبالتالي تم التعامل معهم. والتوفيق فيها أكبر، والقاء أول أشخاص جميع من قام قتل في المهمة. أول ما تنتهي المهمة ويعطي القائد أمان، اللي هي إحنا متعودين عليها أمان المنطقة، طبعاً تأخذ استرخاء، تنزع الخوذة، تفك السترة طبعاً، وعينك طبعاً على السلاح. لا يمكن أنك تعطي أو أنك تستغني عن سلاحك، لا بد أن يكون سلاحك موجود. لكن تريح، وكل أحد من الزملاء هنا يقص قصته والصار عنده. تحمد الله أنه يعني قضيت عليهم يعني، وشيء يعني نحسه في عيون الناس لما نقابلهم ونشوفهم، مع أن كثير منهم ما يعرفون ومن أنت ولا وش تعمل ولا تحس يعني ارتياح في عيون الناس من تم يعني قضاء على مجموعة فاسدة ومجموعة ضالة، ولكن الحمد لله على الأمن والأمان يعني، وهذا كل شيء يعني الإنسان، وهذا اللي نسعى له إحنا وجندنا أنفسنا له يعني. كانت تلك آخر معركة تعين على القوات السعودية خوضها، فقد تم تطهير القاعدة. فلم تخذل جبهة من جبهات الجهاد مثلما خذلت جبهة الجهاد في جزيرة العرب. فنسأل الله أن يتقبل من قضى نحبه في عداد الشهداء. إن دماء إخواننا الشهداء التي ارتوت بها أرض محمد صلى الله عليه وسلم دليل واضح على صدق المنهج وصحة الطريق حينما قل الناصر والمعين. لقد تم إخماد العصيان، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سلم مئات من أفراد القاعدة ومعيديهم أنفسهم أو وقعوا رهن الاعتقال. طرحت الحكومة السعودية برنامجاً لإعادة تثقيف المتطرفين ودمجهم مجدداً في المجتمع. يرتكز برنامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية على تقديم المشورة والتثقيف الديني المكثف. الآن لو جينا مثلاً الحفاظ على الصلاة، هل كلنا على درجة واحدة؟ وجدنا الحقيقة أن جزء من الشباب اللي خرجوا كان يواجهون بعض الصعوبات في المرحلة الأولى في التكيف، لكن من خلال المجتمع اللي حولنا فأردنا أن نعطي أنفسنا فرصة أن نساعده في عملية الانتقال من بيئة فيها نظام معين إلى بيئة أخرى ستصبح مفتوحة مرة أخرى. هذا رايح العراق، هذا رايح هنا، هذا رايح أفغانستان، هذا إيش يبغون؟ يبغى يموتوا. الدولة تريد حياته، ولهذا أتمنى الجميع يدرك أن بلادنا هناك مطامع للأعداء فيها. فلما نجلس معهم في اللقاءات الجماعية يريد أن يضع خطأه هو على شماعات الآخرين وليس حله، فنريد أن نعلمهم يجب أن تبدأ بنفسك، تحمل أنت جزء من المسؤولية، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، هذا سنبحثه، لكن لازم تعلم أنه أنا جزء وأنه أنا، فإذا قبلت هذه أبدأ أتعامل معي مشكلة، لأنه الحياة لن تنتهي. يلا يا شباب وسع الفرص. احنا اول شيء نعزز الثقه في النفس
ونوجه إلى شيء واحد، وهو إن كل إنسان يشتغل لازم يخطئ، والخطأ ما هو عيب، الخطأ ما هو عيب، وقع في الخطأ ما هي نهاية المطاف، أهم شيء إنه ما يكرر نفس الخطأ. الرسالة وصلت، أصلاً حبل الود أصبح ممدوداً. ويمكن إحنا كأعضاء هيئة التدريس عند جانب أمني ما نعرف شيء ولا يعني لنا شيء، خلاص الرجل واصل هنا في المركز ورجل أموره زينة وجاهز إنه يدخل المجتمع، يجب أن نساعده وهي الدافع لنا حقيقة. هذا ابن من أبنائنا. طبعا السفينة هذه تمثل سفينة البرنامج، يعني طبعا سفينة البرنامج يقودها سمو الأمير محمد بن نايف، والأشرعة تمثل المدرسين والدكاترة. وشكر والله مرة ثانية دكتور أبو خالد دكتور عوض ما شاء الله. يعطيك العافية. هؤلاء لا يرغبون إلا التخريب والتدمير والعودة بالبلاد إلى عصور مظلمة متخلفة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن مكن هذه البلاد بقيادتها في كبح جماحهم والسيطرة عليهم ومحاصرة أفكارهم إلى أبعد حد ممكن. مضت برهة من الزمن ساد فيها الهدوء والسلم، ولكن ما تبقى من عناصر القاعدة أعادوا تجميع صفوفهم تحت قيادة جديدة في اليمن. يخططون للانتقام. وصلت إلى الحد، قابلني الضابط أبو فارس وأخبرته عن شخصيتي وأني أريد مقابلة محمد بن نايف لأمر هام. وكان هناك مجموعة من أفراد المباحث مكلفين بحمايتي. دخلنا مكتب محمد بن نايف، فذكرت له أن للذين يريدون التسليم شروطا، منها ألا يسجنوا ولا يكرهوا على الظهور في وسائل الإعلام. كما هي عادته وافق الأمير محمد على الترحيب بهم شخصياً وتعهد لهم بالحصول على محاكمة عادلة، حيث كان بمثابة الطعم الذي أوقع محمد بن نايف في مصيدة المجاهدين. طورت القاعدة خطة لتهريب قنبلة من خلال الحشد الأمني المكثف الذي يحيط بالأمير. تم استدعائي من قبل المسؤول العسكري أن أقوم بمعرفة واختبار إجراءات التفتيش المتبعة من ساعة دخولي إلى الحد وحتى خروجي من مكتب المجرم محمد بن نايف، والتنسيق للأخ الاستشهادي الذي سينفذ العملية. عبد الله عسيري. يلا الله يوفقك. يلا مع السلامة. والله لنأتينهم بما لا قبل لهم به. سوف أنطلق وأكتب رأس هذا الخبيث الذي حارب الله لحارا نهارا. عندما وصلنا الحد كان مع أبي الخير قنبلة. كيف حالك؟ على طول يا معلم، على طول يعني الحين عند الحد، ايش كان عندك؟
وتصل بإذن الله هدية جميلة إن شاء الله سنعطرها قبل إيصالها. خلال وجوده في قبضة الأمن السعودي خضع العسير لتفتيش دقيق في عدة مناسبات. كيف حالك طيبين؟ ها شو أخبارك؟ أنا طيب الحمد لله. وينكم تأخرت علينا ما صرت؟ لا إن شاء الله خلاص كنا قريب. تطير حركة في الدخول وفي النزول وفي المشي وفي الجلوس نيه وكلها زي يعني كان رجل مصاب بمرض ظهر وديسك حاجة يعني ما كان طبيعي يعني تطير حي على طريقة الصلاة ولا تساوي جناحين بأول إذا ما نفذت من السليم والله مرت بيوم تبيت. خروجه من الشيء ده القصر فتح الباب وطلع بقية السيارة هذا المقلب كان زي ما تقول يحرك ظهره فكان نور على التفت المراية اللي هو تسند ظهره ويضحك. الله يبشر الحمد لله. ويش بشر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك ورحمة الله طيب؟ أنا حياك. كيف حالك طول العمر؟ الحمد لله بشر. الله الأمير محمد ينجو بأعجوبة ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة. للمرة الأولى تقوم منظمة إرهابية بتهريب قنبلة داخل جسم إنسان. وضعت القنبلة داخل فتحة الشرج وتم تفجيرها عبر هاتف متحرك. ماذا تقولون؟ وقد صرحتم أنكم قمعتم التنظيم وأنه لم يعد له وجود. وقد ظهر أمام القاصي والداني أن التنظيم بعون الله تعدى ضرب أصولكم.